بس احنا كده عملنا، احنا كده يعتبر خلصنا كل حاجة. لو احنا عاوزين ندخل على الكاميرا هنا و نيجي عند ال ايه البيوتي، تمام، و كنترول دي، تمام، واجي عند اللي تحت واقول له سكيل واكبره شوية، اقول له مثلا 115، تمام، وين قلل الاوباستي تي سوري جماعة، و خليه يكون 20 حاجة بالشكل ده. ده خلي بالكم هيدي شكل حلو قوي، ولو اس كمان ممكن نكبره يبقى 120. خلي ده 30 مثلا، تمام. ونرجع للكاميرا رقم 2، نلاقي الدنيا عندنا بالشكل ده. بس حابة ان الجلاس ده برضه يبقى لونه ابيض ابيض، فهيجي عند الريفلكشن قول تي، و ممكن نخليها 100، تمام، فالدرجة بتاعته هتفتح. ممكن ده نقربه من درجة اللون الأبيض بالشكل ده، تمام. بعد كده احنا ممكن نعمل حاجة، بس احنا كده يعتبر خلصنا البروجكت. نيجي عند الكاميرا التانية ونحطها برضو في كومب جديدة، تمام، واعمل من دي دوبليكيت، هسمي دي ريد، اوكي، واعمل هنا كده في نص ماسك، واقول له سبستريت، وقف عشان نشوف الفيزر. لا مش لدرجة، أيوة كده تمام، بس محتاجة أعدل شوية في الوسط ده. طيب وهنحط عليه ايه بقى؟ هنحط عليه حاجة اسمها تقريبا شيفت كولر، شيفت شانل، تمام. شيفت شانل ده هيعمل لي ايه؟ اولا هو في الريد والجرين والبلو، تمام. دي هنا عندي الريد، فانا هقول له الريد تمام، الجرين هقول له فول اوف يعني مش عايزاه، وكذلك البلو، فهي ايه هيحدد لي الريد بس. هاجي بعد كده واعمل كنترول دي واسمي ده جرين، و هقفل احمر واخلي جرين جرين وده مقفول اوريدي. بعد كده كنترول دي كمان مرة، ودي هتبقى بلو، طبعا احنا عايزين نقفل، تمام، مدي تنت حلو قوي. هاجي هنا اقول له اد، وده اد، وده اد، اخر واحده دي عملتها نورمال، ايوه اخر واحده المفروض تبقى نورمال. لو احنا خليناها اد على فكرة مديه شكل حلو برضو، يعني بصراحة مديه شكل حلو جدا، تمام. بس المفروض الجرين نقوله اس،
ونكبر ده يبقى 101، و اس هنقول ده مثلا يو 2. ليه عملنا كده؟ لو جينا فين دي هنلاحظ ان هو عامل ايه، ثلاث الوان او ثلاث درجات ورا بعضهم، شايفين؟ هو ده اللي انا عاوزاه. جميل. بس المفروض الماسك كان يجي يمين شوية، يعني كان ميبقاش على حرف 2. اوكي، تبقوا تعدلوه انتوا بقى. هاجي هنا واجيب كمان adjustment layer، ممكن استخدم ال level. ايوه اللي بس بلاش كيرفز، وين جرب كده. لا كده بيغنى اوفر، انا مش عايزة اغنى اوي كده. كده بيغمق، كده بيغمق. احنا عايزينه فتح بالشكل ده. حاسه ان المفروض كمان ممكن نعمل تعديلات عن كده. ممكن نعمل ايه كمان؟ ممكن نعمل ايه كمان؟ لو جبت هنا ال ريفلكشن الكروم، وده المفروض يبقى اوفرلي بالشكل ده. بس عايزة انزله هنا تحت شوية، شيفت ستيب اندر كده. هي مش عاملة حاجة، مش ملهاش علاقة بالتأثير داوي. طيب انا عندي فكرة حلوة علشان ناخد اللوك اللي احنا عاوزينه. احنا ممكن نرندر البيوتي تاني، بس مش بكل اللايتس، ممكن نرندره بالبلان بس. ميني انا هرندره وارجعلكم. انا رندرت تاني البروجكت بتاعي كالبيوتي بس. بس عاوز اقول لكم ان انا زودت حاجة بسيطة، الثلاثة لايت دول خليتهم ايه، شادو سوفت، تمام. و رندرت عادي الفريم نفس الفريم تاني، تمام. فطبيعي لما بيترندر تلقائي نفس الاسم البيوتي بيجي هنا تلقائي، مش محتاج ان انا ايه، ان انا اعدل حاجة هنا. انا بس شلت الكيرفز، تمام، رجعتها للستاندرد. هنا مش محتاجة كيرفز اصلا، كده كده عندي شادو تقيل جدا، تمام. بس هو اللي مدي بصراحة شكل حلو قوي. بس وقللت هنا الريفراكشن، ممكن اخليه كمان 30، يدي شكل حلو قوي كده، مش محتاجة التنت قوي يعني، تمام. نسينا كمان نحط ال اوبتيكال فليرز، عايزين نحط هنا وهنا برضو. هاجي اقوله layer new solid، اقوله اوبتيكال فليرز، تمام. وين اقول له اوبتيكال فليرز، طبعا ده هيكون 8. ويجي هنا options، هيجي هنا اقول له clear all، مش محتاجة اصلا ده كله، محتاجة بس ده الجلو الاساسي، محتاجة الستيك، وهحتاج ان انا اقلل شوية ال radius و brightness. ايوه كده، واقول له اوكي. اول حاجة هنعمله روتيشن،
ماشيين. طبعا حجمه كبير، هاجي عند الاسكيل واصغره، خليه مثلا 50. تمام، تبقى حاجة صغيرة كده. و اللون نغيره نخليه درجة الأحمر، بس حاسة بصراحة إن دي كبيرة أوي. الجلو هنا ممكن البرايتنس كمان شوية، درجة الأحمر دي ممكن نفتحها. وممكن اعمل كنترول دي من الاوبتيكال فليرز، واجي هنا اقول له المود اون اوريجينال عشان يعمل لي واحدة تانية هنا جبه هنا. ومحتاج اغير المكان بقى، روتيشن الصفر جبه السالب بس كده. اللي بعمله مثلا كده، حلو. بس متهيألي في الأصل يعني في الستيل فريم الأصلي ممكن نكون محتاجين دي تكبر سنة، خلي دي 100 أو 110. اوكي بس كده مديني شكل حلو. و هنا برضو هي حتى هي حلوة برضو وهي صغيرة، بس 110 مثلا بشكل أحلى، يعني هيبان أكتر الجلو أو اللايت يبان بشكل أحلى. الحتة دي أنا مش عاوزاها تبان، اللي هو طلع بره دي. ممكن اجي تاني و صغر ده كده شوية. اوكي كده هتلاقيه اختفى شوية. لو دخلنا على الكاميرا رقم 3، اوبس، هنلاقيه بالشكل ده. طبعا اوفر قوي هنا علشان الجلو. لو جينا هنا عند الجلو، خلي بالكم انا ممكن اشيل الجلو خالص عادي لو نخلي الشكل اوفر. تمام، دي بلاش تكون ايه، هنخليها نورمال بس كده. حلو قوي كده. أعتقد الشكل كده حلو جدا، وبصراحة عامل تناغم مع بعضه. حتى الجزء الأخير بتاع الشيفت شانل حلو قوي، تداخل الألوان كده مع بعضها ومع البلار كمان ندي لوكة حلو قوي. في الأخير المفروض نعمل سكرين شوت من الصورة دي، دوس كنترول انتر علشان نستخدم سكريبت في اكس كونسول، ودوس على علامة السكرين شوت وافتح من هنا وياخد الشكل بتاعي كبي جي او جي بي جي زي ما انا عاوزه واحفظه. ده طبعا افضل مننا ياخد سكرين شوت بالبرامج العاديه زي مثلا سنابينج. تمام، ده بيبقى جودته اعلى. وبكده تكون خلصت ورشه النهارده، اتمنى تكون عجبتكم، ومنتظره تطبيقاتكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.